السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد ان الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله لكل سيده كتشوف القناه ديالي، كل سيده كتنتظر بفارغ الصبر. يا رب ترزقكم كاملين ذريه صالحه في القريب ان شاء الله. بطبيعه الحال ان هذه الوصفات هذه وصفات مجربه، فاللي نبغي نقول لكم الا كنتو كتستخدموا ادويه هرمونيه حاولوا انكم تجنبوا الوصفات. الا كنتو كديروا الوصفات ما ديروش الادويه، يعني وحده فيهم كافيه باش كيحصل الحمل. ما تخلطوش الادويه مع الوصفات الطبيعيه، لان جاوني تعاليق لسيدات كيتبعوا ادويه هرمونيه وكيبغيو يديروا هاد الوصفات هذه اللي كيشوفوا بانها نجحت مع العديد من السيدات. فاكيد انها كتنجح الا كانت بوحدها مستعمله بطبيعه الحال، باش ما يوقعش الخطا ويكون يعني الوصفه ما غاديش تجيب النتائج ديالها. بطبيعه الحال الى عجبك المحتوى ديال هذا الفيديو كذلك حاولي انك ديما تخلي لي واحد اللايك، خليوا لي اللايك باش تعم الفائده ان شاء الله ويوصل هذا الفيديو لجميع السيدات اللي طالبين الدريه واللي مازال كينتظروا ان شاء الله. ودعواتكم لجميع السيدات وليكم كذلك، يعني بقاو تكثروا من الدعاء والاستغفار باش ربي يجلب لكم الرزق وكذلك الدريه الصالحه ان شاء الله. هذه الوصفه هذه غادي نبدا فيها في الفيديو في بداية الفيديو، نظرا لان الكثير من السيدات ما عندهمش الوقت الكافي باش يشوفوا الدقائق الكامله ديال هذا الفيديو هذا، ولكن كنفضل انكم يعني تشوفوا الفيديو حتى الاخير باش هكا تستافدوا من الوصفه وكذلك النصائح اللي كيكونوا نصائح قيمه. كنعطيكم يعني مجموعه من الفواكه ومجموعه من الخضار او مجموعه من المكملات الغذائيه كنذكرها في الفيديو باش كتكملوا يعني العلاج. ضروري انك تكملي العلاج ديالك بالنصائح وكذلك الوصفات الطبيعية باش يجيب معك نتائج مرضية ان شاء الله. بطبيعة الحال ان هاد السيدة هادي السن ديالها يعني في تجاوز 40 سنة، يعني 48 سنة، وكانت يعني كتقول بان الحلم ديالها مستحيل نظرا لانها وصلت لهذا السن هذا المتاخر. كتقول بان حلم الانجاب ما بقاش حقيقه يعني ولا خيال، ما بقاتش يعني كتامن بانها غادي يحصل الحمل. وسبحان الله في واحد الشهر يعني ما جاتهاش الدوره الشهريه. بطبيعه الحال انها كتجيها الدوره بين قوسين متقطعه، يعني بدات كتمشي لها الدوره شيئا فشيئا، يعني كتجيها شهر وشهر ما كتجيهاش، او ثلاثه اشهر ما كتجيهاش عاد كتجيها، يعني كتبدا تغيب بالاشهر. بطبيعه الحال هذا الامر هذا ما كيعنيش ان هذه السيده هذه ما غاديش تحمل، يعني بمجرد ما تجيك ديك الدوره ولو انها تجيك متقطعه استغليها وديري فيها الوصفه ديالك، لان ممكن تكون هذيك هي الدوره اللي غادي تحملي بها. بطبيعه الحال ممكن تكون ديك البويضه اللي كتنتظريها هي في ديك الدوره ديالك، وبطبيعه الحال ممكن تكون هذيك هي البويضه اللي غادي تلقح ويحصل بها الحمل. وبطبيعه الحال ما تفقديش الامل، ديما خليك في الامل ديالك والايمان ديالك القوي باش تكملي المشوار ديالك في مسيره البحث عن الحمل. شوفي هاد السيدات هادو اللي في سن متاخر وربي حقق لهم الحلم ديالهم، وما تفقديش انت الامل وما تيأسيش، لان كاين سيدات معايا في هاد القناه وكيشوفوا هاد الفيديو ديالي بالذات وعندهم واحد النظره يعني قلقه، واحد الاكتئاب، واحد الاحباط. ما تحاولوش انكم تخليو الحياه ديالكم مليئه فقط بهذا الموضوع هذا، وتعرضوا الحياه ديالكم للتعاسه والحزن. حاولوا انكم تشبتوا بالاشياء الجميله وخليوكم يعني واثقين في الحلم ديالكم ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم، الوصفه اللي جربتها هذه الاخت هذه ابتداء من اول يوم للدوره الشهريه بطبيعه الحال دارتها بمجرد ما جاتها الدوره تبعتها، اللي هي عباره عن المشمش المجفف. المشمش المجفف غني يعني فيه بزاف الفوائد، غنذكرهم في بعد الوصفه باش هكا تعم الفائده ان شاء الله، ونعطيكم شنو هما الفوائد ديالو كذلك شكون يعني شنو كيعالج المشاكل اللي كيعالجهم هذا المشمش هذا باش تستافدوا ان شاء الله. دابا غنعطيكم الوصفه ومن بعد الا بغيتيو تكملوا الفيديو كملوه، ما بغيتيوش يعني اكتفيو بالوصفه وعرفوا الطريقه ديالها وكذلك الاوقات ديالها. بطبيعه الحال غادي تحضري واحد الكميه ديال المشمش، يعني المشمش المجفف غادي تحضري واحد الكميه اللي غتكفيك طيله الدوره الشهريه، يعني طيله الدوره الشهريه سواء كانت كتبقى
تبقى معك الدورة 5 أيام أو 7 أيام أو 4 أيام، يعني على حسب طول الدورة ديالك غادي تستخدمي فيها هاد الوصفة هادي. غادي تحضري واحد الكمية من المشمش وغادي تناولي 3 مشمش، يعني 3 مشمش في كل يوم، كل يوم دورة غادي تحضري 3 حبات من المشمش، وغادي تحاولي أنك تقطعيهم واحد القطع صغيرة، يعني مربعات صغيرة، غادي تديري فوق المشمش حب الرشاد. حب الرشاد هو معروف بالفوائد ديالو، غادي تحطيه فوق المشمش، يعني من بعد ما قطعتيه قطع صغيرة ديري ملعقة صغيرة غير مملوءة، يعني حاولي أنك ديري ملعقة صغيرة غير مملوءة بحب الرشاد، وزعيها على داك المشمش، ومن بعد ضيفي لها واحد الملعقة من العسل الطبيعي، ملعقة من العسل الطبيعي مع ملعقة غير مملوءة من حب الرشاد، وكذلك 3 حبات من المشمش كل يوم طيلة فترة الدورة الشهرية. غادي تحاولي أنك تخلطي الوصفة ديالك، يعني من بعد ما قطعتي المشمش قطع صغيرة وغادي تناوليه كل يوم، يعني كل يوم غتبقاي على هذه الطريقة هذه، وحضريها يعني بطبيعة الحال قبل تناول الإفطار، يعني بتكون هي أول وجبة غادي تناوليها باش هكا تعطي الفوائد ديالها وتسبب لك يعني في تنشيط قوي للمبايض، وكذلك تحسن من فرص حدوث الحمل. من بعد هاد الوصفة هادي قامت بوصفة أخرى اللي هي عالجات لها المشاكل ديال البرد في الرحم والالتهابات، يعني هاد الفص ديال التوم غادي يعالج لك إما الالتهابات إلى عندك، إما البكتيريا، أو كذلك المشاكل اللي كتكون يعني متعلقة بالإفرازات أو الالتهابات يعني وما إلى ذلك. يعني هاد الوصفة مع الوصفة الأولى غادي تكون مكملة إن شاء الله، وغادي تعطيك الفوائد ديالها، غادي تهيئ لك الرحم، وكذلك ذلك غادي تنشط لك المبايض في نفس الوقت، وغادي تعلي من فرص حدوث الحمل ان شاء الله. بطبيعه الحال الفص ديال الثوم كلكم كتعرفوا الوصفه ديالو، غادي ديريه في واحد القليل من زيت، يعني من الزيت، وحاولي انك ديريه في منطقه الشرج، يعني من الخلف ديري الفص ديال الثوم، من بعد ما انك دوزيه فوق النار وديري فوق، يعني فوق منه القليل من الزيت، وغادي ديريه في منطقه الشرج مباشره، يعني مباشرة بعد انتهاء الدورة الشهرية مدة يومان، ما تكونش هناك علاقة، ومن بعد يعني تكون هناك علاقة في طيلة أيام الإباضة إن شاء الله. اذا من بعد هاد الوصفتين هادو غادي نقول لك الفوائد ديال المشمش، كيف ما كنعرفوا فيه بزاف ديال الفوائد، منها انه كيقوي المناعه، كيعطيك جميع الفيتامينات اللي كيحتاجها الجسم ديالك، كينشط لك المبايض بشكل طبيعي، ولا ربما يعني كيحيدك المبيض اللي كيكون فاشل وما كيعطيش بويضات جيده، كيساهم في انه كيعالج مشكل سوء جوده البويضه، كيعطينا واحد البويضه نشيطه قابله انها تخصب ويحصل بها الحمل بسرعه. بطبيعه الحال كيف ما كنعرفوا الا ضفتي لها العسل فهو مكمل غذائي رائع جدا، راه كيف ما كتعرفوا الفوائد ديال العسل غنيه عن التعريف، يعني مضاد حيوي ممتاز طبيعي، بطبيعه الحال كيعالج جميع الاشياء اللي كتكون في الرحم، كينشط لك المبايض، وكذلك كيعالج مشكل الرحم، يعني كيقوي لك البطانه ديال الرحم، وكذلك كيقوي لك التبويض. بطبيعه الحال الا تضفتي لهم التوم فالتوم كيكون مضاد حيوي، حتى هو ممتاز جدا، كيقتل لك جميع البكتيريا اللي كتكون عالقة في الرحم، وكذلك في يعني في البكتيريا اللي كتمنع وصول السائل المنوي للبويضة، وبالتالي كيساهم في علاج جميع المشاكل، وكذلك كيسخن الرحم وكيهيئ لذاك المكان او الموضع اللي كتنغرس فيه البويضة، باش يعني كيساهم في ثبات ديك البويضة ملقحة وكيحصل بها الحمل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم بطبيعة الحال هذا الفيديو ما تنسونيش ديما من واحد اللايك واشتراك في القناة. كنبغي نوجه تحية خاصة لكم كاملين وحدة وحدة، لانكم كتشجعوا لي القناة، وكذلك كتثقوا في الوصفات ديالي، وكنتمنى ديما نكون عند حسن الظن ديالكم. شكرا لكم على الحب ديالكم للقناة، وكذلك شكرا على التتبع ديالكم لجميع الفيديوهات. كنوجه تحية لكم خالصة لجميع السيدات من جميع الدول العربية، وكذلك السيدات اللي في الديار الأوروبية، شكرا لهم بزاف. إلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله. بسلام عليكم.